السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. البطولة العربية 26 لاختراق الضاحية عمان الأردن، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. سوف نشاهد سباق قوي جدا يا سادة. 6 كيلو ناشئين البطولة العربية 26 لاختراق الضاحية عمان الأردن 7/3/2024. 6 فرق مشاركين، 6 منتخبات. من سيحصل على المركز الأول والثاني والثالث؟ أمامنا الجزائر، المغرب، الأردن، لبنان، اليمن، البحرين. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. سوف نشاهد سباق قوي جدا، 6 كيلو. من سيفوز ويحصل على الذهب؟ يبدأ السباق بعد قليل. رجلك ورا الخط، سوف نشاهد سباق قوي جدا. انطلق السباق، 6 كيلو لاختراق الضاحية، بالتوفيق للجميع ان شاء الله. انطلاقة قوية جدا جدا زي ما احنا شايفين في المقدمة يا سادة. من سيفوز ويحصل على الذهب في المقدمة حتى الآن؟ المغرب والجزائر والأردن، 6 منتخبات. من سيحصل على الذهب؟ الذهب للذهب، وزي ما احنا شايفين في المقدمة جزائر مغرب في المقدمة حتى الآن. المغرب والجزائر منافسة قوية جدا. من سيفوز ويحصل على الذهب؟ يا سلام، منافسة قوية جدا زي ما احنا شايفين يا سادة. يا سلام على القوة والسرعة. المغرب في المقدمة حتى الآن ب6 لعيبة، يليها الأردن الجزائر. من سيفوز ويحصل على الذهب يا سادة؟ زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الآن، المغرب والجزائر، الأردن، لبنان. من سيفوز ويحصل على الذهب؟ تصوير أكثر من رائع من أبطال، كل الشكر والتقدير للمنتخب الأردني للتنظيم أكثر من رائع. زي ما احنا شايفين يا سادة، أبطال المسافات الطويلة طبعا يطلق عليها اختراق الضاحية أو العدوى الريفي. 6 كيلو للناشئين، وزي ما احنا شايفين يا سادة منافسة قوية جدا. والمغرب في المقدمة حتى الآن، المغرب في المقدمة حتى الآن. الله على السرعة والتحمل والقوة، يا سلام. 5 في المقدمة حتى الآن، 5 أبطال من المغرب مسيطرين على هذا السباق. سباق 6 كيلو البطولة العربية 26، منافسة قوية جدا. الله 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 على القوة والسرعة زي ما احنا شايفين. 5 أبطال في المنافسة حتى الآن، بينافسوا بعض دلوقتي ولا ايه؟ هنشوف. ترتيب أكثر من رائع، يا سلام يا سلام. والأردن يليها الأردن. الله الله على السرعة والقوة والتحمل، يا سلام. الله، الجزائر، الجزائر، المغرب، الجزائر في المركز الأول حتى الآن متصدر هذا السباق. المغرب يليها الجزائر، 6 أبطال في المقدمة من الجزائر والمغرب. الله على الستة من المغرب يا سادة، القوة والسرعة. سباق أكثر من رائع، 6 كيلو للناشئين البطولة العربية 26 لاختراق الضاحية عمان، عمان، عمان الأردن. الله الله، شايفين زي ما احنا شايفين الروح الرياضية والحكام مسيطرين في كل مكان. زي ما احنا شايفين الأردن، الجزائر، المغرب، يا سلام على القوة والسرعة. زي ما احنا شايفين الكادر جايب أخواتنا المغاربة والجزائر والأردن ولبنان. الله الله الله، زي ما احنا شايفين يا سادة، زي ما احنا شايفين في المقدمة حتى الآن متصدر هذا السباق المغرب، الجزائر حتى الآن يليها
الأردن طبعا سباق قوي جدا، سباق أكثر من رائع، سباق أكثر من رائع على القوة والسرعة. يا سلام على الحلاوة وحلاوة السباق ودخول البطل المغربي في المركز الأول. ألف مبروك، المركز الأول مغربي والمركز الثاني مغربي والمركز الثالث مغربي. أول 5 أبطال من المغرب. الله 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 على السرعة والتحمل. يا سلام يا سلام يا سلام، الله على حلاوة هذا السباق، الله على التتويج. أول 3 ميداليات المغرب، المغرب يا سادة، أسود أسود السباق. الله 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 الله، يا سلام، سيطرة مغربية في فئة الناشئين، المركز الأول والثاني والثالث. يا سلام، زي ما احنا شفنا منذ قليل الفتيات حصلت على المركز الأول والثالث المغرب والثاني الجزائر. دخول قوي جدا للاعب الجزائري في المرتبة السادسة، والسابع مغربي، والثامن جزائري. يا سلام، سباق الناشئات وسيطرة مغربية فردية وجماعية. ألف مبروك للمغرب والجزائر على المركز الأول والثاني. والترتيب العام، الجزائر، المغرب، الجزائر، الأردن. بالتوفيق للجميع إن شاء الله على هذا السباق القوي جدا للغاية. يا سادة، ألف مبروك، كل الشكر والتقدير لإذاعة الكابتن وليد عبد الغني الذي ذاع هذا السباق، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. زي ما احنا شايفين يا سادة، الجزائر المغرب هم مسيطرين على ألعاب القوة العربية والعالمية حتى الآن. الله 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 على القوة والسرعة والتحمل. الأردن والجزائر بالتوفيق لجميع الأبطال الذين شاركوا في هذا السباق. المغرب، الجزائر، السعودية، عمان، الأردن، لبنان. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني.